اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه نكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي ابتديناها مع بعض على القناه. الناس اللي اول مره تشوفني يا جماعه، القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف محتوى من الفيديوهات الموجوده على القناه. لو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. طبعا عارفين رحله القناه في الكشف عن فساد معظم الادويه المستورده او الكشف عن اكاذيب الادويه في عمليه التخسيس. المتابعين على القناه طلبوا مني بسؤال مباشر رايي في كبسولات جديده نازله للتخسيس اسمها كبسولات سوبر تيتانيوم. كمان الطلب مني رايي في كورس كاليبسو الخماسي للتخسيس. كل التفاصيل عنهم هنعرفهم في الفيديو ده، ولكن بعد الفاصل. ورجعناكم تاني بعد الفاصل، واهلا بيكم مره تانية في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه هي كبسولات سوبر تيتانيوم؟ نبدا بيها يا جماعه. دي عباره عن عبوه فيها 30 كبسوله، المنتج الماني انتاج شركه هيربال جلوب. الدعايه بتقول ايه على الكبسولات دي؟ بتقول ان هي بتسيطر على الشهيه المفرطه لمده ممكن تصل ل 8 ساعات، كمان ممكن ترفع معدل حرق الدهون المخزنه بقى في البطن والارداف عن طريق حرق الاف الكالوريز بدون سيادتك ما تعمل اي نشاط رياضي او اي نظام غذائي. بيعتبروها بديل لعمليات التكميم لانقاص الوزن وحرق الدهون وشد الترهلات. بس بيجي يقول لك، علشان طبعا لو ما عملتش مفعول معاك، يقول لك ممكن تضاعف الحرق باستخدام حقن تنشيط الحرق اللي انت سيادتك برضو هتشتريها من نفس المندوب اللي هيجيب لك نفس العلبة، وكمان ممارسة الرياضة ان شاء الله حتى يكون المشي لمدة 30 دقيقة. طبعا ما عندناش اي اعتراض على مشكلة الرياضة وانك انت تمشي علشان تزود حرق الدهون في جسمك، ولكن طبعا الناس اللي بيبيعوا المنتجات دي يا جماعة حاطين شوية ارقام ويقول لك احنا ممكن نوصل لك المنتج في اي مكان انت موجود فيه لجميع المحافظات طبعا في مصر، وحاطين كمان رقم علشان الناس اللي محتاجة شحن دولي خارج البلاد، يعني من الآخر تصدير غير مشروع. كمان حاطين ليهم قناة على اليوتيوب عشان يعملوا دعاية على كل المنتجات الخاصة بيهم. كمان عندهم متجر علشان تقدر تتسوق بمنتجات التخسيس بتاعتهم. الحقيقة يا جماعة ان الكبسولات سوبر تيتانيوم هي نفس كبسولات تيتانيوم اللي انا عملت عليها فيديو قبل كده، هحط لكم اللينك بتاعه اسفل الوصف بتاع الفيديو عشان تعرفوا كل الاثار الجانبيه، كل موانع الاستعمال وكل تداخلاته مع الادويه. للاسف يا جماعه الدواء لما بيجوا يعملوا له دعايه بيقول لك ان هو الوحيد، ويوهمك ان هو الوحيد النافع في مجال التخسيس، ولكن طالما هو الوحيد بتعمل منتجات تخسيس تاني ليه؟ تمام، هندخل على الشق الثاني وهو كورس كاليبسو الخماسي، خليكم معايا. طب يا جماعه ايه هو كورس كاليبسو الخماسي للتخسيس؟ هو كورس يا جماعه بسوق ليه للتخسيس على مواقع التواصل الاجتماعي، مكون من 5 حاجات: مشروب قهوه خضراء معاها جارسينيا كامبوجيا اللي موجود في كتير من الادويه المصريه المرخصه اللي موجوده في الصيدليه بصفه رسميه باسعار رسميه، موجود عليهم شويه قرفه مع شويه جنزبيل. ده يا جماعة بطعم الكافي ميكس، يعني زي النسكافيه بلبن، بيقول لك انك انت لازم تاخد منه كوباية قبل الفطار بربع ساعة. تاني مشروب عبارة عن مشروب الياف وبذور قشور السليم بطعم البرتقال، ودي قلت لكم قبل كده ونزلت فيديوهات على منتجات كتير موجودة في الصيدليات، في كل الصيدليات بصفة رسمية بأسعار رسمية، وده بيقول لك تاخد منه كوباية قبل الغداء بربع ساعة. بعد كده عامل عبارة عن أعشاب مسميها أعشاب كاليبسو للنحافة، كاليبسو سليمينج هيربلز. طب هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن خليط من السيلينيوم مع المورينجا، ويقول لك لازم تشرب الأعشاب دي قبل العشاء بربع ساعة. بعد كده عندنا كريم كاليبسو لنحت الجسم، ده حاطين فيه كافيين وكولاجين وإيلاستين وجل الألوفيرا والبنسينول. اخر او خامس حاجه من المنتجات بتاعه كاليبسو للتخسيس نقط كاليبسو لحرق الدهون، وده عباره عن خلاصه الريزبري كيتون من التوت البري اللي بيقول لك انه بينصح بها اطباء التغذيه كوسيله طبيعيه امنه للتغلب على مشكله ثبات الوزن وبطء الحرق بشكل نهائي. طب يا جماعه الدعايه بتقول ايه على المنتجات دي؟ اول حاجه بيقول لك ان المنتج ده بيسد الشهيه
بيقوي عزيمة سيادتك علشان تلتزم بالدايت، فبالتالي سيادتك هتخس بدون إرهاق أو تعب، مع كمان إن هو بيحسنك المناعة فيخليك كده كلك نشاط وحيوية. أعشاب كاليبسو للتنحيف اللي بتاخدها سيادتك قبل العشاء بيقولك بتشتغل كبديل للجيم، كأنك سيادتك مارست الرياضة نص ساعة. الكريم يا جماعة اللي هو بتاع نحت الجسم بتاع كاليبسو بيقولك بيعمل بتقنية الدي فور جي عشان يفتت الدهون المتراكمة والصلبة بالجسم زي مناطق البطن والأرداف والفخدين والدراعين. كمان يا جماعة بيعمل تفتيت للدهون تحت الجلد، وبالتالي بيقولك ان هو بيعمل تنحيف لأماكن محددة فيها دهون زيادة عن باقي الجسم، يعني من الآخر بيشتغل زي الميزو سيرابي. وبيقولك طبعا الدعاية عليه بتفخم في الكريم قوي، وتقولك ده كريم اختراع لتفتيت الدهون العنيدة لنحت الجسم. كمان يا جماعة يقولك الكريم بيقلل من ظهور الأنسجة الدهنية، وبالتالي يعمل على إزالة الترهلات والسيلوليت والستريتش مارك، وبالتالي يعيد مظهر الجلد الأصلي كأنه مشدود وناعم. كمان يا جماعة احتوائه على البنسينول، اللي احنا ما عندناش أي اعتراض على مكون البنسينول لأن ده حاجة بتعمل ترطيب الجسم. طيب النقط يا جماعة بيقولك بتعمل على اتزان معدل الانسولين، فتقلل رغبة سيادتك في تناول السكريات وتنظم لك الهضم وتسهل الخروج والتخلص من الغازات وتنظف السموم من الجسم. طيب الدعاية بتقولك ايه مميزات انك انت تستخدم كورس كاليبسو الخماسي. اول حاجة الناس دول عاملين يا جماعة نظام متابعة لحين سيادتك ما تحقق الوزن المطلوب مع نظام غذائي، وبعد سيادتك ما توصل للوزن المثالي هيعملوا لك نظام غذائي ونصائح علشان يثبتوا الوزن ويحافظوا على وزن سيادتك. بيقول لك المنتج ده مرخص من وزارة الصحة، بس انا سؤالي هنا، طالما هو مرخص من وزارة الصحة ما ينزل الصيدليات ويبقى متاح لجميع الناس بلاش عروض الاونلاين، وينزل الصيدليات باسعار رسمية، يعني العلبة ب10 جنيه يبقى في كل الصيدليات نازل ب10 جنيه. طب تمام، ده بعد كده بيقول لك فعاليته اقوى 3 مرات علشان سيادتك رجوعك لوزنك الطبيعي وتلبس مقاساتك الطبيعيه مع الدويتو الاقوى للتخسيس في مصر. طبعا يا جماعه الدعايه بتبالغ، بتقول ان هو امن تماما، وبتقول هو مناسب للكبار والاطفال وجميع الحالات، ما عملتش اي موانع لاستعماله. كمان يا جماعة بيعملوا كل شوية عروض، يعني عرض الكورس الخماسي ب 700 جنيه بدلا من 1725. طب العرض ده لا يعقل. كمان يا جماعة بيعملوا خصم الجمعة البيضاء على 50% على المنتجات. كمان بيعملوا عرض اسمه عرض وستك سمباتيك، تاخد 3 عبوات كريم بخصم 40% وبيديك حزام البطن الحراري هدية. طيب يا جماعة ايه حقيقة الامر؟ لما تيجي نسأل اصحاب الكورس ده يا جماعة بكام، او الناس اللي بيردوا على الاستفسارات، طب ينفع للحامل والمرضى؟ ينفع للناس مرضى الروماتويد؟ طب ينفع اخس 12 كيلو زي ما بتقولوا في الشهر وانا باكل الاكل العادي؟ طب عايز اقول لكم على حاجة، قشور السيليوم اولا موجودة ورخيصة في كذا صورة في الصيدليات باسعار رسمية، وهحط لكم كل لينكات الفيديوهات عن المنتجات اللي موجودة في الصيدليات اللي تقدروا تشتروها من اي مكان اللي موجودة عن قشور السيليوم. وخلوا بالكم ليها اثار جانبية وليها موانع استعمال وليها تدخلات مع ادوية لاصحاب الناس الامراض المزمنة اللي بياخدوا ادوية. كمان يا جماعة مادة الجارسينيا كامبوجيا موجودة في الكروماكس، ده أرخص صورة لي يا جماعة، 6 شرايط ب 79 جنيه وموجودة بكل الصيدليات، بالإضافة لوجود هذه المادة في كذا منتج من مواد أخرى في أدوية التخسيس الموجودة والمتاحة في كل الصيدليات، وهحط لكم لينك الفيديو الخاص بيها علشان برضو ليها أثار جانبية وليها موانع استعمال وليها تدخلات دوائية. الباقي مكونات سيادتك ممكن تشتريها من عند العطار، القرفة والجنزبيل والمورينجا. نقط الحرق انا عملت قبل كده فيديو عن جميع انواع نقط الحرق اللي موجودة في السوق، برضو هسيب لكم لينك الفيديو اسفل الوصف. الكريم يا جماعة هل فعلا في كريم لنحت الجسم؟ امال الاجهزة اللي مطلعينها اللي هي اساسا ما بتجيبش نتيجة، الكريم ده هو اللي هيجيب نتيجة؟ ده يعتبر انا بشوفه ان بيع الوهم، لا يوجد كريم بيحقق نتيجة في السمنة الموضعية. التخسيس يا جماعة رحلة بتتطلب الصبر والالتزام. إذا كنت سيادتك بتحلم بدواء أو أعشاب
او تمرين سريع عشان يخلص سيادتك من الدهون او من حوالي 20 كيلو من الدهون مره واحده وبسرعه، فانت سيادتك واهم كبير. يوجد الكثير من الناس في انتظار شخص غير صبور مثلك علشان يحققوا الربح من وراء اوهامه. اتمنى من كل الناس اللي استخدمت هذا المنتج تشارك بتجاربها الحقيقية في الكومنتات اسفل الفيديو علشان الناس تستفيد من تجاربها. تأكدوا يا جماعة ان اي منتج تخسيس هتستخدموه مع نظام غذائي وتخسوا، فانتوا خسيتوا عشان النظام الغذائي مش عشان المنتج بتاع التخسيس. اكبر دليل انك لو استخدمته بدون نظام غذائي مش هتخس ولا هتتغير، واتحدى اي شخص على ذلك. اخيرا حابب اقول لكم، لو اي حد مفكر ان اي منتجات دواء حتى ولو كانت عشبية تقدروا تاخدوها ولما تاخدوها هتعدي على جسمكم خلاص، فانت محتاج تراجع نفسك. مفيش دواء او اي منتج هتاخده هيعدي على جسمك وخلاص، اكيد هيبقى ليه تأثير. اتمنى من الناس تكون رسالة الفيديو وصلت، اتمنى اكون اجبت بصورة شافية وافية للناس اللي سألتني على كبسولات سوبر تيتانيوم وكبسولات او كورس كاليبسو الخماسي زي ما بيسموه على مواقع التواصل الاجتماعي. اتمنى من كل الناس تشارك تجاربها الحقيقية، مش مجرد ناس بتتصور عشان تعمل فيديو عشان يعملوا بيه دعاية. اتمنى كل الناس اللي استخدمت هذه الانواع من الكبسولات سواء سوبر تيتانيوم او كورس كاليبسو الخماسي تشاركنا بتجاربها الحقيقية اسفل الكومنتات عشان كل الناس تستفيد. اتمنى الفيديو يكون افادنا، لو افادنا الفيديو ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فترة فيديو جديد خاص بالصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. اتمنى ان الناس كلها تكون استفادت. شكرا لكم، كنتم مع دكتور حنس حشمت. الف سلام.